بينت هذا يعني مثلا القسم الاول قلت كذا وكذا واذا وجد الم فانه هذه العلل كلها تذهب يعني. يا حبذا لو طيب ترجع مره ثانيه ليس الان طيب يعني لهذه الملاحظه طيب. عندي حضرتك صفحه 18 في عندك أنت يعني لم تستأنس، لماذا لم تستأنس بأقوال العلماء المعاصرين غير الشيخ رحمه الله ابن عثيمين مثلا دكتور وهب الزحيري فتاوى الأزهر المؤسسة الأوروبية هنا في مثلا لماذا لم تعقب إن كان هناك فتوى لهذا ممكن يتفقون ونستأنس كلنا بأقوالهم. لكن الشيخ العثيمين من المعاصرين هو سأنيب أدري ولكن في عندي قرضاوي وعندي شيخ وهب الزحيري وعندي هنا المجمع الأوروبي كلامك يستأنس بهؤلاء ولكن أنا الشيخ العثيمين على هذا لعلم أن يعني عندنا حقيقة في هي يعني في المملكة يعني هم هؤلاء يعني يعتبروا في القائمة يعني والمسلمين الحمد لله في كل مشارق الأرض يستأنسون به يعني فأنا لا الحمد لله أتيت بهذا ما في إشكال ولكن يعني لو, لو 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 استأنست بأقوال طيب غير الشيخ عثيمين كمان وعلى عيني ورأسي كويس وجيد كان أحسن يعني من أجل الاستئناس ومن أجل تقوية الحكم أكثر. عندي افتح لي لو سمحت 43 هناك علماء في اعلام مؤسسه الازهر مثلا مثلا لا هو مش على نحن نريد يعني المؤسسه ماشي الازهر مثلا مؤسسه الازهر مؤسسه المجمع الاوروبي مثلا ممكن تستانس بها لانه هو افرد بقول الشيخ ابن عثيمين لو انت قلت مثلا الفتوى في السعوديه المجمع الفقهي في السعوديه ممكن طالما اتيت باسم الشيخ عثيمين رحمه الله اذا الافضل ان تاتي به بس الافضل لكن ما في خطر هناك يا شيخ الدكتور قدري يعني الافضل يعني جيد الافضل نحن الان في باب يعني ما في خطا يعني اذا لم ياتي به لا ليس من موضوع أنا في البداية قلت لو يستأنس من الإسلام الحسن أيوة طيب. عندي الآن الباب الثالث افتح لي معلش أي صفحة صفحة 44 44 نعم هنا الفصل الثاني تحت في أهم التنبيهات في هذا البحث العنوان موجود لم أجد في فهرسة الموضوعات هذا العنوان ولم أجد هذا العنوان في مضمون في البحث بحثت كثير ما وجدت جوا هنا لم أجد لا في الفهرس ولا في جوا طبعا هذا كان من ضمن الإشكالات الإشكال الرسالة يعني الشكل أنا نسيت موجود في صفحة شو لم أجد أنا بحثت البارحة أكثر من مرة لا في الفهرس مو موجود الفصل الثاني بهذا الشكل موجود مفردات 56 وين؟ صفحة 56 يعني هذا الذي كنت تقصده في التنبيهات على هذا 56 اين نحن نشوف اين في الوسط وفي هذا الحديث امور ينبغي 55 56 اين في الوسط في هذا الحديث امور ينبغي التنبيه عليها اقل مسافه انا قصدي هنا انا ما كتبت لماذا لم تكتب الفصل انت كتبت ثم عندي سؤال اخر هنا يعني في موضوع نفس السؤال هنا أنا عندي طبعا ممكن الجولة الثانية ليس الآن طيب. هذا يعني لازم وأيضا لم أجد هذا العنوان في البحث يعني في البحث جوا وما وجدت هنا في الخلف كمان الفصل الثاني لم أجد في الفهرست عرفت كيف؟ نعم أنا انتهيت عندي جولة ثانية بعض الأسئلة تريد أن تقول شيئا يا أيوه هذا يعني سبحان الله وقع نساهوا إن شاء الله نتداركه جزاكم الله خير. طيب نشكر الدكتور القادري على ملاحظاته القيمة ما شاء الله يعني وكذلك يعني رد من الطالب الحمد لله جزاك الله خيرا. فسوف ننتقل إن شاء الله إلى جولة ثانية قبل أن نبدأ جولة ثانية دكتور نبيل أنا أريد أيضا أن أعلق بالنسبة للتقسيم أنت قسمت هناك سفر مباح سفر دروس سفر الحج أنا لم أرى هناك في يعني عائدات ملموسة مثلا في هذا التقسيم وعلى أي أساس تقسمت
إذا تريد مثلا من ناحية الأمنية مثلا هذا التقسيم يعني لا قيمة له. لماذا؟ التقسيم يعني الأنسب هو التقسيم يعني السفر برا جوا وبحرا. مثلا جوا مثلا بالطائرة لا أعتقد هناك في أحد من يقول أنه يعني لا يجوز. أنا في رأيي أنسب التقسيم نحن نقسمها حتى ولو هم العلماء الفقهاء القدماء قسموا هذا، لكن نحن نريد أن نقسم الجديد الآن. يعني من ناحية الوسائل مثلا يعني بالطائرات مثلا جوا إذا كان السفر المرأة مثلا سفرت مثلا جوا مثلا بالطائرة ما في هناك خلاف مثلا، وإذا كانت المرأة مثلا تسافر يعني بحرا مثلا يعني في خلاف، أو إذا كان مثلا السفر برا مثلا بالسيارة أو بالقطار في خلاف. ما أدري هل ترى يعني هناك في يعني حتى يعني نخترق يعني نقدم يعني فقه اجتهادا جديدا في التقسيم، واتركوا هذه التقسيمات القديمة مثلا، لأن التقسيمات القديمة مسيرة الليل ويوم وليلة مسيرة الإبل إيش ما عندنا هذه يعني المقياس مثلا كيف مسيرة الإبل هنا حتى الإبل لا يوجد خلاص اتركوا يعني لا 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 نقارن هذه الأمور كلها. نحن نريد أن نتحدث ونبحث ونناقش أشياء الموجودة الحية الآن. صح. هو الطائرة برا جوا، أنا أريد أن أقسم مثلا برا جوا برا وبحرا. مثلا بحرا وجوا مثلا تقريبا يعني من ناحية الأمن مضمون، إنما يعني برا هناك في قطر مثلا ولا لا حوادث أيوة. فأنت مثلا كطالب مثلا نحن نريد هذه الاختراعات من الطلاب، نحن نشجعهم إن شاء الله. وبعدين كما تطرق الدكتور نبيل جزاه الله خيرا في قضية السفر، هل مجرد السفر أم لا؟ يعني كلمة السفر نكرة معناها مجرد السفر. سؤال الآن أنت سجل السؤال الأول في التقسيمة لا مجرد يعني تعطينا الجواب إيش. الثاني مثلا ابن هزم هو أنت قلت يعني نفس الشيء ولا لا؟ يعني هل مسافة السفر المرأة ومسافة قصر الصلاة ومسافة السفر نفس المسافة أم لا؟ أنت قلت نعم. إذا كان نعم معناه ماذا يترتب على هذا الجواب؟ ابن هادم قال أنه يعني مجرد السفر يمكن لواحد إنسان أن يعني يصلي قصرا مثلا وجمع. طيب الآن هل مجرد السفر أيضا ينطبق في رأي ابن هادم أم لا على هذه القاعدة؟ فهمت ولا ما فهمت يا شيخ؟ فهمت. أيوة. إذا معناه يعني مجرد السفر حتى إلى السوق ومن هذا أنت تمشي إلى الانهار ويطلب عليه السفر. أيوة لأنه هو ظاهري مثلا، وإذن المرأة يعني نكاح سقوطها رضاها مثلا أو رضاها سقوطها، إذا نطقت المرأة امرأة فمعناه يعني ما في رضا. الآن كذلك مجرد السفر المرأة لابد أن تكون يعني لابد أن يكون هناك يعني محرما ب يعني تمشي. أنا كتبت هذا يا شيخ في قضية أقل مقدار للسفر، قلت ان هذا يعني هو يعني مش المسافه اليوم والليله. أيوه؟ وقلت وهو ما يوافق اليوم ب 78 كيلومترا، يعني ممكن المراه لو سافرت خرجت من روتردام الى يعني الى هاي فهذا لا يعتبر يعني سفرا.